فيك عدنا، صحيتكم وكل عام وانت بخير. الله يخليك اختي العزيزه. نقعدوا في سهرات رمضانيه، قلتنا حييت سهرات رمضانيه ولا كانت قليله جدا؟ يعني صراحة أنا حييت أكثر يعني تاع الجمعيات الخيرية، وهذا شهر فضيل يعني لازم بنادم يدير اللي عليه باش يدير شوية أكثر خير. عندنا 12 شهر، عندنا العراس، عندنا الحفلات، عندنا أنا ما خبيش عليك عندنا نخدم مع العام أكثر خير ربي يعني كاين وما كاش كون نهار ونهارو. الحفلات ما خدمتش بزاف، خدمت حفلة في باسيون 23 وخدمت حفله مع تاكفاري ناس في مقام. كانوا جاوك عروض وانت رفضتهم باللي ضيق الوقت؟ كان اللي رفض. لا ماشي كان اللي رفضتهم، هذيك على الحق كان اللي رفضتهم، لانه انا ما نحبش لا مسكينري اولا، ما نحبش الرداءه ثانيا، ما نحبش نجوز وين نيمبورتو وين جاي. انا عندي الشعبيه، عندك جمهورك الخاص، جمهوري دواق، وانا نحب الفنان فنان بمعنى كريم. خطاش كاين هذيك تاع ام ولاو دوكا البارح بدا يقولوا كنا نهضروا عليها انا وخويا تقدر، مطرب وين مطرب هذا؟ نقعدوا في فرحه العيد. لا فرحه العيد يعني كان كيفاش تجوز عبد العزيز؟ الحمد لله. العيد صباح مع العائله وعاود جيت الحق تاع ربي واسمو العيد كو جادور. يجي شهر رمضان نحس روحي انسان واحد اخر، لانه فيه واحد الخير واحد السول. ديجا راح ديجا راه بدات الحالات، كنا ديجا وغادني الحال غاد. شفت كي رايح كون ندير ما كاش كيفاش يزيدونا 15 يوم. انا في البدايه لما قال لي درت حفلتين فقط في رمضان، انا قلت بالك غلبك رمضان. او كونترار حبيت لا لا انا في رمضان نولي انسان واحد اخر. علاش رمضان نزيد نعس روحي اكثر من الايامات الاخرين؟ لانه شهر العباده وشهر الرحمه، لازم ندير باللي انا كمسلم كاين واحد الامور كمسلم كمؤمن كبالله، لا العظيم الصلاه كالقران كالكذا. نعاودوا نرجعوا روحوا الايداعات، وصلتنا باقه من الايداع.